2022 باستفتاء الجمهور. يلا يا سالم يلا يا رسيل سلام كأس العالم والمباراة النهائية لكأس العالم، والحمد لله رب العالمين تحقق هذا الحلم. لكن أن تنتهي السنة وأنا على رأس الهرم على مستوى التعليق الرياضي، فهذا حقيقة أتوجه من خلاله بالشكر الجزيل لكل شخص صوت لخليل البلوشي، والحقيقة يعني الجمهور المصري على وجه التحديد اللي يأكلنا كل الاحترام والتقدير على تصويتهم لي. قبل لا أختم بس أنا هذه الجائزة حقيقة أحب أتوجه فيها أولا لبلدي سلطنة عمان، ثانيا هديها لوالدتي العزيزة الله يحفظها إن شاء الله بالطول.